وبعد ذلك أرجو وألتمس أدعو أمامكم فضيلة الشيخ المقري أستاذ القراء شيخ أحمد عبده خليل من جمهورية مصر، فاقرأوا ما تيسر له من قرآن الحكيم فليتفضل مشكولا. ده مصر ده زرخيز خورنا تشريف رولون كشخصية جناب أحمد عبده خليل سيبل دعوت وركم ده قرآن حكيم سهيسة تلاوت كي 57 ملكولو كي فأول نمبر مقابلة كراغل ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وَوَالِدٍ
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم وما أدراك ما العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل
يتيما ذا مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة صدق الله العظيم.